انت لغا درا قربها لغا صو درا دقالة قربها لغا أبابولا حمرا لغا ديبا دبك انت لغا شدا سياسينا شدو وحيابا كل عجيبك وحاكمي ذا تد شالي صومالي هقامي كو حدها اما دولد كجري مركي دولد نمدي اقلين هوبك نسر كالي ودي بتانو عدو ذا نكا شار دولد ذا وطا سر كالك شار دولد ذا وطا هدى دي ذا قار سر كالك دولد ذا دقالة ما يوريك عدي سا اما رئيس الوزار هنقضة أما مدحونا هنقضوا هبي ورنين حلوانا وحودا بد بعد قرن تواص صعد بكوس شلة مدحوني أو كوي مادي بكوس وين أنت دعوتي أو تي في ذا الصعد إن مجال ذا يكون ميجا جو إسكون معها إن ميجا وكويرتا عرقت ذا إن مدو واحد وحول بيهاد دجال ذا الشيء شيء عن أساتي ذا إن ميجا مركل جو دتك إزدلايا معها كوا أقون أقون أهان يعقل أهان ولسان معها. سومالي ذا ماشى أصل كوا هنجرتي مركي للدرر أما داخل لسكو قبتو أما ديجال لسكو قبتو وديالا أنت جود هوسي زفريستان إن حلين جرين أو تلاذ اللي جودن بيجري إن وديعش كونفرت سومالي وحر أمي سنة سياسة دي كوبل مين نيك السياسي جاء إنك هذا رقمات كا كونفرت سومالي مركان في رنو ما كلام مدح بنانا إن وعي قد على يرد صار لقى ذو سيء وجود بان وحلو يقان قبيلك قبيلك واجريا لكن سيدا هدا متقانا ملشدا أي وقاعد ترالين يرضى سيدا وكذا واجي مستر يوسف قبيل البوحولي هاي علن إيو أستان قوني أي وصل مستر هبقار وميل ويال هبقار وميل ويال مركا وحلو قد بكرا إن متقانا ترالين يرضى أي وعيقل انت متقانا سر الله وقاعد دادك حدودا لوكال ديجي وصومالي داد تسال دشواي والالواي ودرس واسكول لغات واسكول لحجاد واسكول دقان هادا نساستي تاي وحاواي وحا ميال لسكول الدرا اللواي ون اهين دولكاس ان انا سيهودين تادي وصور دافن نكانو داد اسكول سيهودين دولا ان لداي دولكاس يصور دافن مركا وحا اللي سول لاينا يو بقول كي بس اقاشن ماشا سيكا بلاوضان دقال كبلاوضان دم بماشا رقو بلاوضان وضا ياشيا ماشا لك ساري أوده ذي ماشاء الله قديم خاصه دع أكويم وحاول أضيع مركون نن حكم كأصقة نن وصول سبع سنة وحب أبي سيء هاي دولة ده سنقيب كي هاي ومشاري شغالة دولة ده اللقرة أضيع أسمرك وحب اللي هو عمامتي يكون فيدي يطفتي يو أضيع نمدي لضوي جيت كوستيس وين اللي هو سياسة ده كمل مين مركا سياسة ده كمل إن كذا أنا قفك وح مرور بمامل كي لنا قفك العكسية قفك كمامله مر بقفك ساكوت له سياسي يا مركا أود له. هرتا قبيلة ذا بح أود على معي وحتى قبيلة والبوسلية نقول كه هدو بدين هاي يعني نقول كه هست هدو بدين يا قبلا ذا دكتور كلا بدين هين دت كلاينس يحب كه عن أو بدين هاي وحامسين إنه دولة سامين بدن كوي على نعيح اللي بعنا بدن وزير بدن وهلاي. أنا هل أري ما كشش سنة هاي سمالي هاي أنا منافقين ما كشش سنة هاي وحنسا أولى هاي أنت إن هذا هلك هو شرط مركا إنه كبحنا بهالك. أما إنه فرد كدير تجنو نقول بيستيت كوكسو شيدو يا قبيل كوكسو شيدو واحد كوف في عينه واحد قبيل كذا كوسا ميان بكرش كيني يا كوفت ميان مركب ضل يسوقي ما ضاي يستيت إنه عن السوقي ما دنا وحيقول لين هاي وضعك مع حلوه إلا ما ده حضر كوسا الرئيسة دوبك كونفورت طبعا وحيقوسو جورين ويا لد مقدش ودفي قليل نين دوبا وما أنت مجال ذي سجوا هدي نقطة هير شبل وديا شكسو جيدو كل مدق all of them بطل هذا ندقين مقال هذا مقدش يجوعان شرعك العلينا يدك أقول أنت يا حوجا إسكال اللي يدك وعي مالهان سيدا عذر هذا اللوجا سمع يد وعي قلنت أو كان اللوجا مسمى عذر أساك درمبا أنا أفو وهاي قبيل إلى رسول الله وأفو بطلان اسمه الشوجا اسمه الشوجا محله هي سمالي لان إنك ما ذح بنائيين سياسة دا كوا كوا فرتنا يجون سيدا كيكون ملينين سياسة دا maxaa sababay marka kuwa Puntland inay siyaasadda kam iyo ko Soomaaliland ay ka madax banaanadaan siyaasadii kuwa koonfurtana ay ahaadaan kuwa siyaasadii ku milan oo meeshii dadkii yani waxa weeyaan xal dibka ka jiray xalin lahaayeen ee xal siyaasi ah ama arrin siyaasi ah awgeed ay iskaga dhaafaan su'aasha labaad oo dhaqameedyada ee haddal ku howlan inay soo xulan ama ha noqoto xildhibaanada soo socota maamul goboleedada ama ha noqoto dadka markaas ama federaalka ha noqoto waxay mar walba oo daraska iyo qiimeynta mar walba waxay ku sameeyaan qofka ayaga aragtidooda ka arkayaan qofka capacity-giisa aqoontiisa tayadiisa shaqadiisa hal abuurkiisa midna ma qiimeynayaan waxa laga yaabaa oday dhaqameedka ninkii jabuuran oo wax siiyo inuu soo xulo marka tan maamul goboleedada soo haray Soomaali mar walba focus kala ma saaro wax xal ku ah marka ugu dambeeyso saddex haddii maamul madax goboleed israacaan madaxweynahan waa ka boodbadayay horta social media ya waxa way Soomaali waxay u isticmaashaa sida aan dunidu ay soo islaamaysay ka daran
وحنو استعملنا وحوي قبيل بس قبيل خرن قبيل يا قبيل كان كارلان دارسن قبيل هبل سانا ده قال الله كنا عقب الله ده يميجا وحقيب كأهورين تودا سياسيين تم قال الله جوجا وتصالح أسواقته ومرق مدون تأ يا قبر وير وحيك السعودي عبد وقبر وحيك السعودي لوك هذا وحيك السعودي وحل بعنا إيه أضياء اللي تجنائين مركا علاش أنت هذا لقى متهاي إن ده قال كي كنا عي تولدا مميجا كنا عي حل أنت إن مجال هذا يكبر لابن لهيد أضياءش مجال هذا جوجا إن الله إسكو كان حل جاري لها أنت ميديها اللي استاجو خرنتي قبل لقى قاتو ما هي كم عنتها بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داوديال علي عمر بانهاي كسو دواده برامج كدوتسن او شبله تي في اتك داوتان تضبات كيف مر تضبات كانو حن سو قادن دونا او ان كهلي دونا واسبوعي افراد اما دودي افراد او ان كقبنينو ارينتا حلينتا خلافاتك او مركا ان كسو هادلني سدح تضبات او خره مركا لان كعليو خلافيدي سو دحاي اما اسقب قبسغي سو دحاي اي بولشده دخديده اها اي قبائل كيس سو ديلي اي دولكا اسكو قبسداي اي داقسينكا يو ورابكا اسكو قبسداي ما دام لا حلين واي سبب ما او تahay سو نقنقشده دغالاداس اي سو نقنقنايان وحان اوغناهي قيبه فر بدن او كميدا غوبلاد دلكا هدي اي نقولنا شبيلدا هوسه شبيلها دخه گلگدود يي گدبا وحا كسونايا دغالا او دخهيه بيله ولالا اه او ديغانادا ودا دغا مركا aragti waxa jirta dhahaysa hadii la xalin laha khilaafyadii hore ee isku dhacyadii hore wada sax hadii loo mari laha waa laga baaqsan karay in khilaafyadan markaas ay soo noqdoqdaan qodobkaas ayaan faaqidi doonaa xeelaylayaar ku xeelleer arinta ciwaankan maanta miiskan soo saarnay ayaa naga qaybgeli doona aan u mahadceliyo jaamacadda salaam oo kamid ah jaamacadaha dalka oo ardadan cilmiga siyaasada barta oo qaybahaayda kala duwan social work xiriirka caalamiga ah maamulka iyo maareynta inoo soo dirtay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan ugu mahadcelinayaa mudane Yusuf oo kamida activistiyasha iyo falanqeyaasha siyaasadeed ee magaalada Muqdisho iminka jooga Cabdiweli Noor Warsame oo isna kamida macallimiinta qaranka wasaaradda waxbarashada Soomaaliyeed waxa dhawaan nagu soo beeri doona oo aan sugeyna xeeralaliyaha maamul goboleedka Jubaland oo qaybaha dambe soo gaari doona dooda waan qaybsan doona qayb ba ka tihiin oo ardaydan cilmiga barata ayaa waxaan rabnaa inay nahagaan oo aragtidooda iyo su'aashooda iyo waxa ay qabaan halka sidee u arkaan ayaan iskala qayb qaadan doonaa aan ku bilaabo Yusufo mudane soo dhawo dawladdiiska Soomaaliya muddo dheer u soconaya wiilina waxa soo noqdoqonaya khilaafaadka iyo isku dhacyada qabaailada u dhaxeynaya marka hadii aad u darasto ma u maleeyneysa xalil laanti la soo xalilin isku dhacyadii hore inay qayb ka tahay inay dib u soo noqnoqonayaan bismillaahir rahmaanir rahiim awalan waxaan salaamayaa baada TV shabeelle iyo baad horteeda fadhiisay ee jaamacadda salaam dadkan ee martida kale oo dooda naga qayb qaadanayso ee sideedaba Soomaaliya markii burburku u dhacay 1990kii ee Soomaaliya kala tagtay Soomaaliya horta isku ma haysto ee aragti qoomiyadeed ama Soomaaliya qoomiyada ma aan waa dad isku isira oo Soomaaliya oo hal qoomiyada waxa kale oo la sheegaa Soomaalida isku ma haysto diin laga Soomaalida saldanad iyo xukun isku haysta waxa ugu weyn ee ubuxdu ah waxaan 33 sano taagnaa ee marka la qiimeeyo markii la fiiriyo hadda ee sida hadalku u dhigtay Caliow waxa ugu weyn waa xukunka waxa isku haysta Soomaalida waa xukun ee dhibaatooyin badan ka dhacay ee dunida marka nimaan Afrika kale ee marxaladaan kale waxa soo martay ee Sierra Leone iyo Liberia iyo ee Rwanda waan ognahay maanta marxaladay joogan way kasoo kabteen een base-ka hoosaan laga soo bilaabay dadka in la heshiisiyo si sax loo heshiisiyo ee laakiin Soomaaliya markii meel isugu tago ee 90kii aan noqoto shirarkii ka dhacay ee Carabta ama Masar ama midkii carta ee Djibouti ka dhacay dadka inta badan Soomaalida lama heshiisiyo waxa mudnaanta kuwad la siyaa waa siyaasadda dadka markii isu yimaadaan oo doroska ugu weyn lama saaro ama focuska lama saaro dadka in base-ka horta laga heshiisiyo wadayaasha dhaqanka la heshiisiyo Soomaalida gacmaha la soo saaro Soomaalida halka cilad ama halka maada isku haystaan ee Soomaaliya halkeeda loo heli laa waa siyaasadda waa nin kursi raba waa nin siyaasiya oo markuu kursigu ku fadhiyana ah muwaadin markuu uu soo xukunka banaanka kaga joogana oo ah nin mucaarad oo diidan horumarka ama midnimada ama Soomaali wada jirkeeba Soomaalinimada marka hadaan soo koobo anaga waqtigii ka faa'iideysanahay waxaan aaminsanahay Soomaalidu waa isku lahjad waa isku diin waa hal qoomiyad
ويلي أبتيجيس أدقنا راس كامبوري راس عسير لو يعدو سومالي يبدر كده وقوي كونفور أنو كالسارين مركا فيروسو مركا كونفورتي وقوي يحتان كالسارنو إن ماشان هاد سومالي لي اكزامبل مركا وقوي قلبدان فيرنو صدني سدح سنو نبدا هستان واس دورتان وكوفر حسن ولا لهن وقبله وقوي إنكستو جمهورية أي سوشيجان وإنك جو إن سوماليا معناها هو حالة شيجا مال هوس إلا جسوب بالله بدي بيشي سنتا سصحة لو هذلي سصحة لسكو داوي نبض من نبض يوناك هيستاندات كسول عليه وقوي قلب هذا سوماليان حالة شيجا إن أضياش أصل كويين قرتي وحلا أوديسان مارك بدله إنه كلا وساس اللد وجب بدن أما ماشي مرة بديب كوك تاجي وكفرت سومالي واي قال كعك سوب بالله إلا إكسماي دمت كده كوك إلا حدود كجذره مركو عربنا السياسي الدلي انتان ارتاس وقود بن سوماليا اللد اقوين ايس هيستك وحاس سببوه نن سياسة الربو نن حكو الربو ومالتو بناك جوغونا معارضة مالتو قودها كجورنا ودانيا مركو عام كسوق بقوينا لكن مركو قودها سوقلا ما دام حكم كوور دايو مو وضادي صح ده هيد عبارة وضادك ازدلي السسول لاي مو حليو ارتنيو دولد نمدين سيدا الله سعطو ولا لهينا انت هاد انت سياسة دبرت سومالي دولد نمدين دعين نغطي شركة اما كمبني مدحوينا ويحلو قليا كوح اما تيما صور لستي تيم كاس وزيرة تيما كي امانا يان مركة دولد و سيدا دبرت قوفك موادن كا ودني كا وصومالي نمدين كاقو انتا داد كا اسكوهين كرو ولا لمدين سومالي نمدين كشقين كرو سومالي اتبا دمو بدورة تب معنا كوحنا سوحي دستان نينا دستان العاقة كوبيحيان والا كينا أفرت السنة معنا اتجاه الدولد دا سوحا حكومة يعني ماك الدولد دا استي وحا مغلي دولد دا سوماليا دا وحاليلي هاي ملكيلي اللي دا ماركو عربنا إن أرنتاس أرنتان كالو أسكو حرنتا ماركا أرنتا الدبوشي سنت وحا أصل وح سياسة دا مرو بلغوهر مريا أصل كا الدبوشي سنت أيضون لهيلين دبوشي سنت صحة dad kan wax isku istaan oo dhan maxay tahay waa su'aal la su'aala Soomaaliga qofka marka aragtido Soomaaliga laba su'aal ba lama weydiyo ninka Soomaaliga marka barato diinto haysto ma weydiisto ilaa waa islaam Soomaalida boqolki boqol waa islaam ay leedahay laakiin qofka Soomaaliga marka koow ku barto wuxuu ku leeyahay qabiil ka tahay marka dadkan qabiil ee siyaasadii ku kala maqan yihiin baseskaas ayadoo aan la dhisin dowladnimadeen maagaa la saxmaan lama Yusuf Adbaad oo maxsan tahay Abdulli Isi Abdulliyo aragtidaada bal ka waran arintan way soo noqnoqotay dowlad diskana muddo dheer ay soo jirtaa laakiin ilaa hadda waxa laga fursan leeyahay in laba beel iyo laba qabiil iyo bulshada inay isdisho oo waxyaalo yar yar oo la xalin karo la isku dilayo bal aragtidaada ka waran ma u maleeyneysa xal rasmi ah hadii la gaari lahaa oo khilaafyadii hore la xalin lahaa in laga baqsan lahaa kuwa hadda jira aad iyo aad umaasan tahay mudan Cali Amar baad shabeelle oo salaamaya iyo tiimka dhageystayaasha جامعات دعمة السلام يورالك يوسف آدم سنتي انت كدب ارتدي دان اوغدا قالو انا وحن من سنه هي ان برنامج كان قبائل كلسو لينايو لسو دلايو هرتا حدودها ددك حدودها لو كلا دغاي حدودها وحا او كلا دغاي ما اهين ددكان غوميستي ايا اسكول دغ تاليانيغي وحو سميه مركو ايماناي ددك قبيل كان wuxuu kala leeyahay xuduud si aysan si hadhuud ugu tala galay inay isdagaalaan ba dalka meesha asalka ka bilaaba daaqsina la isku heystaa dulbiyo ayaan la isku heystaa meelahaas ka bilaawdan horta waxa ugu horeeyay oo waxa waye dadka odayaasha dhaqanka ay tahay meel iska dhigay u talsha dalkaana oo dhibaatadan hadda taagan inay intan soo gaarta ka talshan waa gumisti oo waxa waye dadkii dhamaay xariiqa loo kala dhigay ninka xariiqa soo dhaafa waa ilmihii yar ka dhilay yuusan dhanka soo dhaafin la dhaamal marka dadka xuduuda loo kala dhigay waa Soomaali dad isla dhasha waay walaalo waay waa deris waa isku luqad waa isku lahjad waa isku dhaqan haddana saastay tahay waxa waye wax meel la isku dira la waayay oon ahayn dhulkaas in ana suudintaadu soo dhaafin kan dad isku wada soo sina dhul ah in la dhahay dhulkaadi soo dhaafin marka waxa la soo leenayay waa 99 meeshaas ka bilowdan dagaalka bilowdo dhanba meesha ku bilowdo wadayaashiya meesha laga saaray oo awoodoodi meesha laga dhimay hoos u dhaca ku yimid odayaashi imaaday marka hoos u dhac lagu keenay oo booski si walaalka sheegay siyaasadda bis la aaday aan odayaashi xoog la saarin waxay qayb ka noqotay in odayaashaani markii dadka qabaailka is dagaalaan siyaasiyintu ay soo dhex gali karin isla ma kan shaqo ku lahayn ilaa ninka kursi uu raadsay kursigiisa markuu helay faraw ka kala baxa odagii looma dhisin marka odagii waa la burburshay
ninka siyaasiyana dib ugu soo laabanay aqbadaas ah istaan ama sanani way dowlad iska Soomaaliya waxa tir wax ku saleysan yahay ee diman ganacsata ah ama isku tiim aha oo marka madax soo saarta hadii taa la gudbo qodobkii kala aha gobolada Waqooyi iyo deegaanada kale ee Puntland waxa salli u ah siyaasadooda oo markii isqabsi yimaada waxa la yaa oday dhaqameedyo Soomaaliya konfurtan qaybteeda kale aw oday dhaqameedyadi ee dhageysan laha cabashooyinka iyo tabashada ay kala qabaan labada qabiil ee walaalaha ah ee deriska ah ee sanado iyo qarniyo isdilaya een aad u baahsan tahay qodob aad u muhiim ah een sidaan hore u sheegay qoyiga een wax la dhahay guurti ama isina ka shaqeeya go'aanka ugu dambeeyna ismada leh een siyaasinta warkooda macna ma leh waxa macna leh dadka duubka dhaqanka ama ismada ama garaadada ama guurtida ama wixii doonaan ahaadaan marka konfurta Soomaaliya markaan daali hadalka aan qaaday waxa ujeedadeedu waxa ay Soomaalida meesha asalku ahan jirtay markii la dirro ama daaqsan isku qabto ama deegaan isku qabto qodiyaal inta geed hoosisa faristan ee xalin jireen oo talada lagu dambay jiray in odayaasha konfurta Soomaaliya waxa aaminsan siyaasadda ku bilmeen ninka siyaasiga ah ee ninkooda dhaqameedka konfurta Soomaaliya markaan fiirino ma kala madax banaana in waxina taas awood siinay siyaasiga inuu maamulo oo manage gareeyo dhaqanki marka xukunka joogana uu mushaari ay yihiin inaka koofidaha wato dhaqanki aha in la rabi umadaan masiirkeeda iyo dhaqankeeda iyo jiritaankeeda ee hal adeegad inay ka shaqeeyaan dadkii la rabi odayaasha loof dow friisala wuxuu ku xiriyaa siyaasi wadalli waxa laga yaabaa qaar kood marka baajna xaqiiqda ka abaarna la rasooma een waxa way odayga markuu nin xukunka asaga ninuu soo sameysana wuxuu aaminsan yahay dawladda sunu qayb ka yahay waa mushaari shaqaalaha dawladda loo qora odaygaas markuu wuxuu iloobay imaamadii iyo koofidii iyo tufti iyo odaynimadii loo duubay geedka hoostiisa waa iloobay siyaasadda ku milmay marka siyaasadda ku milinkeedana qofka waxa mar walba maamulka yelanaya qofka lacag ku siiyo qofka ku maamulo mar walba qofkaas ku tala siyaasiga marka awood leh laakiin hadalkaas markii la yiraahdo bulshada ma ka warqabtaa oo waxa la yiraahdaa hadda marka la isqabsado odayna qamadiida loo laabto ee qabiilkan iyo jufadan odaygeeda awe hadiiba odayaasha siyaasadda ay ku milmeen oo dad lacagtayaal ay noqdeen bulshada ma ku baraarugsan tahay bulshada boqolkiiba boqol kuma baraarugsana sababtu waxa waaye bulshadii saameyn kuma leh oday odaygii bulshadii waxaa laga yaabaa xataa iska warqabin example hadda aniga ugaas ama duuban leeyahay waxaa laga yaabaa inuu ku xiriyo siyaasiin ama odayaal ama madax marka isku xirnaan bulshada duubab kuma jiro waxaan rabaa inaan ku sheego markii hadda xaflada jiro ama munaasabada jiro waxaa jiro odayaal dhaqameedo hore soo fariisto oo leenaba markii magaalada dhib ka jiro example hadda waxaa markii example aan rabaa inaan ka dhiga arintaas markii magaaladan hadda farmaajo u joogay oo xukunkii nabadii nolol uu ka jiray odayaal waxaa jiray oo carbaabi jiray iyo qaar qeyli jiray iyo qaar dhii jiray farmaajo waa dictator villada ka soo baxay odayaal ololay jiray jirto maanta waxyaabo badan oo Soomaaliya markii qatar ay ku jiraan kama hadlayaan because odii siyaasadda iyo dhaqankii konfurta wasku milmeen marka dadka reer Waqooyiga guurti u sameysteen siyaasiin maahan baasha markii adkaato ciladii meesha ugu dambeysay noqotay nimanka cilad bixin la ayuu anka qaadan la waayay aan ku raaci intaan Cabdiwali u gudbin odayaasha hadda aad sheegtay waa kuwii magaalada joogay sida aad hadalka aad u dhigtay dawladdi ku hoos nool laakiin meelaha la isku dilayo ee tuulooyinkii miiga odayaal ka jira oo dhaqankii wali waa ku dambeeya doorkii ku waa meeyay horta duubabka konfurto dhan wixii u soo guureen magaalada Muqdisho waa dhifi qaliil nin duuba oo maanta magaaladiisa joogo haday noqoto Hirshabelle odayaasha ka soo jeedo Galmudug all of them hoteladan degan magaalada Muqdisho joogan sidaan ku sheegay dadkii marjac ahaa qofku markuu duub yahay hadda ninka isinka oo Puntland ama garoob jooga ninka guurtida wuxuu joogaa Hargeysa joogaa inta waxa ku arkay magaalada Muqdisho dadkii in si daacada focus ku baasha loo saaraa raa duubabkii konfurta Soomaaliya ama gadaha jooga ama Kismaayaha jooga ama Galmudug ama all of them intay joogan mid kale dhibaatooyinka Soomaaliya waxa qayb ka maamul goboleedyada maamul goboleedyadii waa qaab qabiil oo gobol loo ekeysii waa hadda magaaladan maalin dhexdaas Cabuud Baq dagaal ka dhacay xalaydan maantadan hadlayno xalaydan Shabeelaha Hoose Shabeelaha Dhexe waxa lagu dilay
نمانا أضياء الأفرق فوض عمل الجود لي الواحد صرنا أي واحد كجلا ملك نمانا الجود لي شبه الله وصل شبه الله وصل الجود لي ما اللحظة سيخبر وين الدجال لك دعي أضي تاج أحد لا يمرت أضياء شيء أحد لا ينا حالة الجرس وقدرة واي وأكو صلاة منا بركة يسوى أكو صلاة منا عبدوليو تب شوين باجرا ولي بو حنكو الجرنا فرفرشة دي برامجك تبشر الجرتا لبضان بيل أما قبيل إزدي شيء قبيل باوحي تبني يا أما بيل باوحي تبني سا بيش كلا ولا شيء ذي نكون حد جذبتي وعلاس فربضان أيك تبني سا علاس كي حل كي ذي أي شيء تي أو ذي أشي أو شيء تي أو يميز كسار تي أو أي حال حمين قادة تلا جمر دقن ما أصلا بين كرنا إني مركل عن أنت دب وصل لابط أو خلاف كلك سو كيما أنا أرد أنا ما سنت هاي مدبع حد ذا أسبوع هذا الصور ده في مس أسبوع كوري قل مدوك أرين كده عادي أنا وصوت صالق عادنا يا لبب بيلوت أو ولا لا يا سكود عن ديل كم دين لكن حوجا وان زلس جاري قريا يا وحبا لسكو جوبي مركا مت كم ده أو يا شيء ده كان كده كاسم أنا مثل هاي يا سوي مدي أو ده لبدي أو ده سوي سوي ماذا شيرة لقبتي وافود في ديستين جيد حارتين أن وحي قبسدان معناها شر إنه يكون هتشينا يعني إنه معناها أرنتي وحد عيها دي مرة أو سنديك دالن بأي لقى جارو أو أرنتاس لبوغ ديو ونديب أو كوسي سيفاف ولا حليي أسبوع كدب هدانا وحاواي داتكي دالن يرا دي لقلبا دي جفو سلد ديقنهد قايب كميدة يو أسوا أردان تولا كالي قبهن بأي إلا هذا ديك مدانا لكن حالت انتا سيتاك انتا مركا كالا دنبينتي sida walaalka oo xuruushay ka kala dambeyntii odayaashii dhaqanka ee asalka u ahaa dadkaas meesha waxa ka soo wada baxeen ma joogan dadka meesha matalaya oo odayaal kale oo nasil qaamay oo dad oo laakiin aan bulshadi oo dhaqameed rasmi ah oo hadda isku taageersiin isla og yihiin aysan ahayn marka odayaash hadda jira waxa waye oo dad siyaasadeed ya jira ma hane oo dad bulsho ma jira beesha beesha tabanaysa ee culayska sheeganeysa tusaale hadii loo soo qaato mid hadda laga gubay tuulada laga gubay hadii la fariisto oo la dhageysto tabashadeeda oo aan la xalinin dib u keen karta inay rogaal cin sameeyaan oo tuulad mid mid la mid dagaalada dhanba oo qabiilka bilaabdo waa intaas ba aarid su'aal aan la dhahmo ogtahay ninkaan inuu war duuga dilan in laga dilo ama dhibaato tusaale ku faaftaaba marka waxa waaye sharciga kalcelinaya dadka wax aqoon laantaa xogaa iska liidata dadku wacyi ma lahan sida sida cudurada looga sameeyo wacyi gelinta oo kale looga ma sameeyo cudur asaa ka daranba macna aafo way qabiil in la sulaayo oo aafo marka wacyi gelin ma jirto dadka waxa waye kala dambeyn ma jirto waxa waye nin oo dhalinyaro ah waxba qof aan u soo sheegin wixii lagu soo sheegay geedka hoostiisa lagu soo sheegayta aan dadka ugu waramin xogtiisa aan la siin adeer baan isgaarsiinta aan wax badan ka haysan yaa iska baxay qorogaysu qaadanaya in geel jira iska ah nin hebel u soo aaranay taas dhibaato keenta kala dambeynta marka waxa waye wacyi noo loo baahan yahay meesha wacyi baanta ay waan maasan tahay daawad yaa wali waxa la socotaan dooda shabeelle oo idinkaga imaanaysa hotelka saxafi aan ku eegayno khilaafiyadii hore ee ka dhaxeeyay bulshada oo aan la xalinin saameyn ma u yeelan kartaa ama ma ku yeelan kartaa in dib ay u soo laabtaan dhawaan waxaan u soo celin doonaa aqoonyahanada iyo dhalinyarada jaamacadda salaam wax ka barata ee kulliyadaha kala duwan aragtidooda iyo su'aashooda baan dhawaan ayaan siin doonaa markaan su'aashan ka laabto mudane Yuusuf waxa soo hadal qaaday maamul goboleedyada inay yihiin aqabad kamida wax hortaagan in la xaliyo khilaafyada u dhexeeya bulshada raadidka bal inoo sharax adoo ma sadahay Cali hadda dhaqameedyada example aan rabnaa waxa mar dhul wadanka ka dhacay doorashooyinka maamul goboleedyada markasta oo bulshada dad tayale oo indha u ah oo folhorood oo loo soo xulo ummadaas horumarkeeda iyo wanaagida mar walba muuqanay oo dhaqameedyada ee haddal ku howlan inay soo xulaan ama ha noqoto xilibanada soo socota maamul goboleedada ama ha noqoto dadka markaas ama federaalka noqoto waxay mar walba oo daraska iyo qiimeynta mar walba waxay ku sameeyaan qofka ayaga aragtidooda ka arkayaan qofka capacity-giisa aqoontiisa tayadiisa shaqadiisa hal abuurkiisa midna ma qiimeynayaan waxa laga yaabaa oo dhaqameedka ninkii jab buuran oo wax siiyo inuu soo xulo marka tan maamul goboleedada soo haray Soomaaliya waxa la yiri Soomaali ma banoo korto maamul goboleedyo because Ethiopia dad kala lahjad way dad kala qoomiyad way dad kala deegan way the population badan oo 120 million way wala dhigi kara dadkaas oo kala federaal way noqon karaan sida Mareykanka meelo badan oo federaalka uu ka jiro Soomaali inay federaal qaadato maba wixii xamili karto wixii awoodo ma because dadkan waa isku lahjad ama baydhab ha joogo ama kismaay ha joogo ama gudaha joogo ama argeysa joogo qofka Soomaali waa ismaay ma loo kala turjumay okay maamul goboleedyada wixii marka caqabad ku noqdeen hadda marka example soo qaadan war calankii Soomaaliya ee qarankii Soomaaliyeedo dhan astaan u ah waxa ka xog badan calanka maamul goboleedyada
وحاول هاد هيرشام الأريق أن كسر جيده سيد اللوجود ده بالدقة على إنك مركي الحساب كان سوبر يقارن كومد كده اللوجود ده بالدقة بخصوص ضد كيولة عادفات قبيلة جرس وحقوقها من سيا من الجبلات كاس أول لطي دقة كاس الله هاي قبيل كاس هاي باش أصح حقوق كل هاي على إنك سوبر وكلا شيء كسر مركي مركي فيري على إنك أمد كده حي كوس قال بقول لحد إنك لقيت تاعي يقرب مدي مدوه ما لب بدن ورر كجرو إن على كهير الشمال على كصومالي ما أنت ديلس بربر نيجي مركي حقيقة كاظم ضد بدن كهير الشمال لكن على كهير الشمال يقاضنا يعني بروبلم كوا فدرالك ما مول جوبل يدا مركو حال جربي إن وزارة ده إنه حاقة بيهدد الدولة فدرالك إن جرت أمم ملينا وزارة بوشي سنت الله سمي وزارة داس الأضياش الله حلو وزارة ده ما هو جداي دي بوشي سنت إن أي دونو إن توزير ده المهم جودة في درالين تلو أقانا يعني إلى تاي دبوشيس درجات ما أقانا ما مرة بتحسن عن كده دقول لك عارفه وزير تن ودبوشيسين تا ومدة دبوشيسين تي ذا بيراح ندرر الدجال ما حد مش يخبره وين الله رحاي وحي كده عايو دنو أركين اللي معنا هورناي أضيالا هورناي ولا بدك غيب أبو إن حد إن مش عن عبده وحي كده أضيالا هورناي أضياش السيد ده إن نبضون نبضون كوا إنه حرادية إنه نبضين كشقي marka Soomaali maamul goboleedadan ciladaha ugu badan ee dibku ugu badan maamul goboleedada Soomaali qayb ka yihiin ee waxa rabaa in Cali uu kugu daro hadda shirki inta wada tashiga qaran maamul goboleeda diida wuxuu leeyahay aniga ma iimaanay marka Soomaali goormay dib u heshiisiin sax leela dadka goormay marka isaaminayaan goormay dawladnimada iyo midnimada iyo wada jirka umada Soomaaliyeed ee dib u soo laabanay qofka budlaanka adu amisa budlaander خوف كصاد وستة أو كفر قلب بند أو كفر قلب بند ملأ مسيح وعلى سمسي وسوء أركب استد جوري أو سومالي ونوح كدر صدي بروبلم كاس وحقيبك وحقيبك يا نبط وحق حل وهلده سومالي مر بفوكس كلام صار وحل قوة مرك وجود دم بيسو سد حد ما من مدح قبل هذا إسرائيل مدح وينهن وكابود بدية مرك وحربنا سومالي دبوشيسين وبانتهاي قرن مذا إلا حج وبانتهاي وليبا على ماذا على أساس ميستي مروينكا عدوة كتكت مامل قبلات قبيل والبو أنا هذا قبيل كي يعلو اللي هذا قبيل كي يعلو قبيل هذا كتفلو على مين اللي مركو حربنا سومالي النمذ ومد مر اسكو هين تيدو على كاس مركو حربا ده مامل قبلات ده دهنا سومالي أرنتي إن دي بلو قلابتو ومامل قبلات دهنا علاسو يه وما صنطحي سؤاش أنا أودن بيس أقويهن دهن جامعة ده قصوت عن سيلا عدوليو يوسف حصو هذا القادة قدم مهمة dagaalada ka dhaca gobolada iyo miyiga waxa qayb ka ah horintooda siyaasiyiinta magaalada jooga oo tusaale wuxuu soo qaatay oo marag madoonta ah yaqbar weyn wixii ka socday caabud waq wixii ka socday loo qaada wixii ka socday oo xillibaana iyo odayaal ay taagnaayeen marka culays inteeda la eegma tahay in dagaalkii ka dhacay tuulada ama miyiga ka dhacay xalinteeda in magaalada ay ka bilaaban lahayd odayaasha magaalada jooga inta la isku keen xal la gaari laha inta miidiyaha la istaago horintii qayb laga qaato maxay ka macnaataa aan aad ama santay horta arintaas waa arinta dibka meesha ku xun yahay ama waxa way sarta meesha ku qorsan tahay meelahaas asal u ah dadkii waxa way horta social media ya waxa way Soomaali waxay u isticmaashaa sida aan dunidu ay soo islaamaan si ka daran waxa aanu isticmaalnaa waxa way qabiil bis qabiil hurun qabiil iyo qabiil kaana kaalan dheereysan qabiil hebel asaana aan waa hadda soo walaalkii sheegay calamadii macnaha iyo waxa soo dhawal soo dhaafa qabiil kasta calam uu leeyahay maalin uu dabaaldega oo gooni u ah aan oo sida stadiyad uu dabaaldega ina ka daran aan ayantaas maalmahaas wax ka soo qabiil wala soo hadal qaaday laakiin looma wada dhama qabiilada dhan maahma waa wallahi sant waa lagu socdaa macnaha hadda waxa weelaa dhibaatada si hurinay waxa kamida ama si dhibaatada si la jibaarayo wax walba waxa way isgaarsiinta aad isticmaalayno oo farax ka baxday dawladdu ma xukumi karto social media ara barab bulshada waxa way si qaldan loo isticmaalaa wax loo isticmaalaa inta positive ka inta negative ka inta negative ka walaas inta la eegay keenaysa xilibanadii matalay beelahi ku dagaalamay miiga in meedii magaalada ay wada isticmaalaan oo wallahi oo la yiraahdo beel hebel waa inay soo aarsato oo intaas oo qof ay soo disho waa intuu le hebel la weeraro xilimaankii qaran uu yiraa waa arin aad u foolxun waay arintaas waa in xitaa waxa way focus saayid la saaray fiinaad oo waxa way bulshada dhan isla aragto xilimaanka noocaas u dhaqmaayo dadkii inuu wada heshiisiyo isu soo duma laga rabay magaca uu hoogan yahay buu ka been sheegay ninka saas u hadlay runtii mana matala dadka umada Soomaaliyeed nin matali kara ma aheen marka waxa laga rabay in la xisaabtanto matalay qabiilkaas uu matalaa والله يا حواي دتك قبيل كاسو متلا هذا بحلو غير لك هذا بعيد هذا قبيل قبائل كلها دي بعتدا أوكي أنا بس سداس
marka waxa waa nin xil dhibaannimo iyo aqoon yahan aqoon la isku soo xulo haddii waxa waa nin xoog leh iyo nin hub leh ayaa waxa waa xilkaas qaadanaya kursi iimaanaya maana ma qaata qof kale abdulli aad u maasantahay aqoon yahanada isii aragtidan rabaa inaan wada aruriyo commentis iyo wixii su'aalana waa soo dhaweeyneena microphone ki u geeya wili waxa la socotaan daawadayaal ee dooda shabeello aan kaga hadlayno saameynta khilaafyadii hore aan la xalinin ay ku yeelan karaan inay dib u soo laba kacleeyaan khilaafka u dhaxeeya bulshada rayidka wiilka igu bilow kor haddaad u istaagi karto ood magacaaga aad noogu bilaabayso aragti su'aal wixii aad qabto soo dhowo bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdilcasiis cabdulqaadir cali ka socda jaamacadda salaam dhigta kulliyadda economic and management science gaar ahaan qeybta adeega bulshada ama social work waa mahadsan yihiin daadiyayaasha barnaamijkan ugu horeyso shabeello tv labada aqoon yahan doodan daadihinayay horta warkii intii badnayd caqabadii waa wada sheegteen anigu su-aal intaasoo dhan ka baxsan baan qabaa oo ah qofka soomaaliga ah meel walba uu joogo haddii la dhaho soomaaliya caqabada haysata ka sheekee nin waliba problemka wuxuu tixi karaa toban laba labaatan problem soddon problem buu tixi karaa oo uu yaqaanaa marka anigu hal arrin baan ka sheekaysanahay soomaali ahaan ina munaafiqiinaya baan ka sheekaysanahay waxaan saa u leeyahay intayna hadda halka wada jirta markaynu ka baxno hoolka ama aynu fadhi ku dirir tagno nin waliba stateku kasoo jeedo iyo qabiilku kasoo jeedo waxay ku fiican yihiin iyo waxay qabiil kale ku sameeyaan buu ka sheekaynayaa ku kaftamaya marka dood la isugu yimaado oo stage noocaan la isugu yimaadana waxaynu leenahay waddanka maxaa xal u ah ilaa madaxa dalka ugu sarreysa ilaa cid dadka ugu hooseeya oo ma garanaysa shaqaalaha rayidka ah ama qof kasta oo aan dowladda u shaqeynin caqabada waa ka simannahay taasi waa qodob guud ahaan caqabadaha soomaaliya haysta dalkeena haysta annaga dowlad kumana dhalinintayda badan oo dhallinyarada ah laakiin markaanu akhrino xoogaagayad nala ka sheego dowladnimada ama inta yare islaa irska jaacada lana ku dhigo ama intaanu akhrino ama wixii nala ka sheegay dowladdii hore ee xoogganayd ee dalkan soo martay afar caqabadood bay kusoo ururaysaa dhibta dhan ee waddan ka jirta waxaa ugu horreysa kow jahliga soomaalidu haddii ay 21 sano dalku joogay haddii dadku si xoog wax u baran lahaayeen waxbarashadaasina ay ahaan lahayd waxbarasho yacnii miyi iyo magaalo inkastoo dowladdu dadaashay dowladdii waagaas haddana miyi iyo magaaloba wada gaadha oo qofka soomaaliga ay aqoonyahan u noqon lahaa aqoonta heer u ka gaadhi lahaa oo si fiican aqoonta loo tayin lahaa xoogga la saari lahaa waxaan u malaynayaa dhibaatada ina gaadhay 34 sano ilaa meelankii meesha aynu maalinkaa joognay baynu hadda joognaa weli yacnii dhibtaasi way soo gaaban lahayd waxaan saa u leeyahay qofka kenyaanka ah hadda marka waddankiisa dhibaato ka dhacdo ama uu mudaharaad dhaco xalka qofka koowaad raadinaya waa booliska oo wuxuu og yahay haddii muwaadinkan kacsan yacnii aan la dhegaysan ama haddii laba qabiil kacdo aan la dhegaysan in dhibtaa ka badan ay imanayso waa qodob qodobka labaad waxaan aaminsanahay 4.5-ku soomaaliya markii islaysay oo dalku laysu leeyahy laba qabiil halkii xal la raadin lahaa aqoonyahan yuusuf wuxuu ka dhawaajiyey soomaaliya xal looma raadina waxaa loo raadiyey mar walba oo dhibaato dhacdo waxaa la raadiyey xal la-aanta 4.5-ku wuxuu dhalay bahasha qabyaaladda la yidhaahdo waa sida basasha mar walba oo diirka lasii qaada gudaha loo sii dhaadhacaa waynus naqaanaa qof waliba deegaan iyo meelbu kasoo jeedaa xataa labada ilmaad yarta ee shanta oday afarta oday kala tirsata baa isu laandheereeya marka markii la yidhi si guud soomaaliya 4.5 waxaa lagu qaybsado waxay gaadhay xataa 0.5-ka qabiilada lagu sheegay walba aysan u qalmin in iyagu xataa si kala gurguraan qabiil walibana xataa iyuusan state ahaanin oo calan samaysto calankaasina uu keenay in muwaadinimadii iyo qofku in muwaadinimadu ku weynaato oo meesha ka baxo labada dhibee kalena waa dhaqaale xumada iyo odayaal dhaqameedka odayaal dhaqameedku ninka layahdo oday dhaqameedku labaasi waa mindi laba afle seef lafa afle haddii uu ku talagalo inuu dadkiisaas wax u dhiciyo oo wanaag ka shaqeeyana waa ku talagalaa haddii uu ku talagalo inuu dowladdii markaa timaada la shaaheeyo oo uu cimaamadiisa ku ilaashto oo la shaaheeyo waxa weeyaan waa samayn karaa labada hadba isaga u furan tahay lakiin oday dhaqameedka bulshadu matala cabdicasiisow saxdii doorkii loo baahnaa uusan qaadanaynin oo gogasha iyo geedaha hoostooda bulshada uusan la fadhiisanaynin ee nin la shaaxa madaxda markaa jirta hadduu noqdo miyaanan wax laga qaban karin aawa bulshadii soo dooratay ogaaska ka dhigatay horta madaxda lagama carari karo madaxda markay dalka timaado dee lagama fogaan karo madaxdu waa madax dalka u sarreysay cid kastuna madaxweyne u yahay laakiin meesha aan ka hadlayaa waxay tahay oday dhaqameedka xilligii gumaystaha waddanka uu joogay meesha gumaystuhu uu geli waayo zacmaa ulqabaal waxa la yidhahdo odayaal dhaqameedka buu u mari jiray odayaal dhaqameedkaas baa deegaanada qaar waa la yaqaanaa markay gumaystuhu geli waayey oday dhaqameed buu la shirayey uu hawlihiisa danihiisa kala hadlayo dhex marsanayay marka
أو ديال القمة تكلفت كيس لما أذين كرو لما أورن كرو والحنيهين ما لا أذين ما لا أماني كرو لما أورن كرو يعني واو ذا ونكسينهين لكن وحنا لنا قيبي كيهين حلك إيه لبعض ذا وذين كجرتها قيبي كيهين دور كلنا هذا نقنا يا أركتيد هذا وحقيب كأفر تقطب وأشكتي وجهل جي نقال على أنت أذين القمة كأفر نبيعشن قيبي كيهين هذه عبد العزيز مودن عاد بدو ما سنتهي والله مدن أفكر أركتيد يس يوسو أشي صديق أفكر أوجره مودنا سودو مجا عاجا عديبو كوبلا بيا أركتي يو سؤال وحي أتقبته بسم الله الرحمن الرحيم مجا عيو اسمع عبد الله وعنك سعد جامعة السلام فكرتي سوشيال وورك عربة هنا سؤال ويديو أركتي من قبل لكن يوسف عربة هنا سؤال ويديو عقم حوا اسمع عبد الله اسمع هي لو سؤال عربة هنا ويديو مستر يوسف سؤال شو ذا حيت هاي عقنا يسوم عليه ده هنا وحقو قيب ستو حد اللي جوجو 4.5 4.5 كاس بلشين الصومالي ده هو قيب ستو عقابات جود مكوية هاي دور النمذا إيو دجال هذا صور نقطة بلشين الصومالي أو دحية وأمد كواد تنلبات عيت هاي هاي أجن هاي ودمذا هرم مري سيدا ودمذا يوروب تي مري كان كي إيش إذا قار كم ده ودمذا هرم مري دولة لعدد كودان إزدلين إصلاح جلا ودشقين هناك هو ده دحية هو أساسي تاني أو رقم يد ماله أو ميل مرجع الله لا بتم ماله oo ay daqmeeda wadooladii ayaa wax walba xalliyo khilaafaadkii wixii bulshada markaasi ee siyaasadeed loo qabsado qodiyashan dhaqanka naftirkooda ay aqbad mu ku yihiin in bulshadii mar walba is dagaalaan oo isku laabtaan mar walbana dagaal ay aanu ognahay in saqashinkoodu wixii ka dambeeyay dalkeenu markaas uu galay xaalad dagaal marka maxaa loogu baahan yahay oday dhaqmeed oday dhaqmeedka maxaa loogu baahan yahay hadii siyaasiyintii ba markaasi dowladnimadii ay dhisan tahay oday dhaqmeed maxaa loogu baahan karaa sidaa adoo ma sidaa aad baad u mahadsan tahay qof kale ii siiya waxaana aad u codsan lahaa in diirada la saaro qodobka aan ka hadlayno ah khilaafiyada soo noqnoqonaya in ay qayb ka yihiin xalil la'aantii dhibaatooyinka soo dhacday oo aan tabashadii la xalinin soo dhawow mudane bismillaah waxa ka socda jaamacad mas Soomaaliyeed magaceeda ku bilaabad jidda siis abdulle jaamacada ka socota jaamacad mas Soomaaliyeed een su'aasha qow oo weydina Yusuf magaca Yusuf miya ha magaceega ha magaca maxaa Cabdimajid Cabdimajid haye een su'aasha qow waxa waye maxaa sababa in cabashooyinka hore aysan wali hal rasmi ah loo helin een su'aasha kale hadda waxa weydina Cabdiwali sidee bay cadaalad darada u sameysaa bulshooyinka kala duwan una sii horisaa khilaafaadka su'aasha saddexaad waxay leedahay ma jiraan siyaasad ama nidaamyo ay ku filan yihiin oo xalin kara khilaafaadka bulshada soo noqnoqda een sidee bay maqnaashada dib u heshiisinta ugu hor istaagta bulshooyinka inay nabad ku wada noolaadaan aad baad u mahadsan tahay tiimkan oo ku soo laabanaya inta dhiman aragtidoodana waa siin doonaa oo waa wada qaybsan doonaa inta hadda aan soo qaadnay Yusuf aan ku bilaabo Yusuf su'aashi Cismaan ka imaaneysay oo laba isku saarnay soo dhawow oo qayb ay ka ahayd oday dhaqameedkan culays buu nagu keenay waxa tiri madaxda ay la qaraabtaan oo shaarka dawladda ay geystaan oo cidii marka u danay la qaraabtaan miyaana laga maarmayn adduunka waa ka isaga dawladii wax kasta xalinayaan aad u mahadsan tahay Cismaan een wana aragti saxa een oday dhaqameed Soomaaliya had waxyaabo ajeeb ah waxa kamida een oday dhaqameedada markii hore qiimey lahayeen wala boqri jiray wala maamus jiray waxa la dhigi jiray tuftood xitaa waa aqbal qofkii u duciyaan ducada xitaa waa loo aqbalaa een hada oday dhaqameed qabiila waxa arkay saddex ugaas ama saddex suldaan leh ninkii shalay saldanada dhaxlay xitaa in mid kale u koysto macnaa aqbadaha Soomaaliya haystay qayb ka tahay dadkii bulshadaas halka qabiila ah waxay ku kala qaybsan yihiin saddex suldaan ama saddex ugaas shalay waxay ilaahayna ugaas dhexdooda qaybsan oo ku kala tagay suldaan hebel la jira ugaas hebel la jira een horena u sheegay een nin dhaqana oo siyaasi la qaraabanayo nin dhaqana oo bullet proof wato nin dhaqana oo xafiisada dawladda jiifo ummad dhaqan uma aha karo isna uma aha karo galad uma aha karo kos ninkaas ummada boqortay ummadaas aragtidooda markaas inuu ku shaqeeyaa la rabaa asaga ma aha shakhsi in aragtidiisa ku shaqeeyo dawladda ugu luftufto ma ninka hadal wuxuu yiri wadamada horumaray maxay ugu baahan yihiin oday dadkaas waxbay barteen dad horumaray waaye dadka dunida maanta waxa waaye waxa arkay hadda ninka holandeeska ama ninka ingiriiska qaarkood inaysan madaxda ayaga
ما مولس حتى قاركود إني سأقولين أنا يقول والب يجد والب إيميل والب رقم جوا بسياسي جوا حلقات لا سياسة يا تنتي يا صعود يا يا الدور باب حلوه للسبي أنا قدام قوم يد وذ سياسيين نقول كي رقم قوي سياسي كي صعود وسياسي أنا قدام مركب حيل نقط حيل دين وذ سياسة لكن وراك مركب كفي رسيس فو هذا بتصالح الصوقة قيبتي وراء ضد إيه بنت لأن وحي هذا خلافات صار مرتبة كي قدام بي أنت صالح الصوقة أنا بطلان إسمه الله وبكره مايا ديو وانت واحد جالس وضع رقمات صح حدي وضع رقمات بوصة تيف لنا عوان هكسن وفي كرية سياسة دي يعناك اللو صدرتي في هنسنة دوية هناك بطلان يرجع نمان كبقان كبطلان يسومالي لان ويكمل حبناي سياسة نمان لما موسو هنل تلكو ذو وحوه هو مركا مركا كونفورت اللي جو وحاقونا سياسيتي بغاك واسل احقلين مالك اللي يخانو ايضا سيدا تاي قبيل لوحا اركي سدح واسله وسدح واسله لك لسفيا مركا علاها وجوين ماشي للربي وحالي ده صومالي ده ما المدح كسر الصلاح بالي نماك أنت دتك إسكوس والضمان وناجا كشقيان صلاح كشقيان النبض الله دورت اسم هذا أما دقن كأما واسك أما سلطان كأما وبركة ما عول بتايتل والبول هذا نك أنت اللي في له بس يجاب السياسي أساس سياسة كأقول ريب وحال لقيا بقى إن قبيل ك دتك بس تلاقول واحترق دتك وما دبلشيد حتى ديله ركين لا مصر حلا وحوكينا نين أصي أركتيدس كشقينا وأصي جاب كوجر والعكت مشارك لقى هذا ناي مركني هو ماشان دقن كبركة كاذنو عليس بدنا كجور تاس 10.5 كوكاذة أفيري أمطن الصومالية هل أمذا اللي يرى أفرق بين لوا ندت في عن كون لوا عادرس و 0.5 أوكي 0.5 قبيل لذا حتى أسكده أنا قاعد قبيل لذا فرقة كرش أنتي إتقانا وإتقانا أنتي دوت وإدابتها een intii afarta waweynade een hadda aniga qabiilada aan ka dhashay ah een ayiga naftu isku ma cadaalad falaan waxa la leeyahay wala kala laan dhirsan yahay waxa la leeyahay wala kala dagaal badan yahay waxa la leeyahay wala kala technique badan yahay waxa la leeyahay wala kala ciidan badan yahay waxa la leeyahay meeqa soo dishi meeqa gacma dhig ku leedahay wax la isku lagu qiimeeya shalay waxa laga yaabaa ninka hadda maanta saal la dhahayo inuu ka taariikh badan yahay colaado badan Soomaaliya gumeysiga la soo diray een saddex iyo toban ka iswa ee dadka dhashay magasno ka dhashay leeyahay meeshan sida wax walba isugu boobay dhaqanka waa la boobay siyaasadda waa la boobay aragtida siyaasadeed Soomaaliyeed een 4.5 ka cadu waa sameey culaysay markuu taa maya umada Soomaaliyeed aba kala saaray kubana waxa la yiri fadli leeyahay kubana fadli male war dadka dhan ee Soomaaliyeed cid kala fadli badan male 0.5 ka iyo 4 ka umad Soomaaliyeed way shalay ninkii markii miiska inta arintaas la soo dhigay qaaday siyaasi uu ahaa dhaqan ma aheen siyaasigan wuxuu ka arkay aragtidiis nimanka 0.5 ku madaxweyne ma noqdaan gudoomiye baarlamaan ma noqdaan prime minister ma noqdaan waxa laga yaabaa dadka ugu aqoonta badan ugu aragtida badan Soomaalinimada dadkay ku wanta inay ka dhashayna laga yaabaa waxa marka intaas oo dhan loo sameenayo aragti Soomaali ma وأركت شيء ومدان إنه قبل قبل يجز جز جد جد هو كل حلال روح. واي وما سنتها يوسف وما سنتها عبدولي سؤال شيء كلا عبد العزيز سؤال ما هين أركت السليم ولي بتي قضبون وتري وما سينها عبد مجيد سؤالي هدي أتحسس وتقيمنا وحكاها هدي حل الله لو خلافات كان جرا قيم بكتا عدالة إلا جاره هي سؤاله كلا عبد مجيد كإيماني عبد المجيد عبد المسيح يعني أرتدي دورته وحوي يقف كستو أقل لا ما أقوينها أنا وحفان سن وحوي إن اللف دبر رت عدالة وحول بين أعرف دورته وواحد سليم ولا واقر و مركا عدالة وحوي شيء كستو أما هرم كستو الدنيا دخجرته ودمنا عن إسلام كأهين وحوي كل سين وحوي عدالة كل سين وحوي دات كسو سكو احتراما مجرت عدالة درة كجرت هذا وحوي قبائل كندا اللي سولوا يا ما تتكلم على قيمنا يو اللي فور يب بونت فيف اللي يا ماشى سوجد دام إن عدالة ماشى أعلم مرك ماشى وحوي وحوي واحد عدى حالة ده إنه معناه عقبة ده إتهاج أنت تيا لوكسي درا لبس ومعناه إن دبها يدبيلا لوك درا واي مرك وسيهور لبس واي عدالة درة إنه معناه ماشى وحبك إيماني كصوص عن سنة ده صوص عضاء واحد سيد منبا واحد نوسو دو يه واحد نوح على سلاه وهاي ونين قد مقدي عندك كل شوي وحي كسب ها وحي كسب جدا ما سنتهاي مركل إيجو عليا تيم كنا نجرب ده
gabagabadii barnaamijka ayaan joogaa daawadayaali wili waxa la socotaan dooda shabeelle oo idin kaga iimaaneysa hotelka saxafi aan ku qaada dhigayno xalin la'aanta khilaafaadkii soo dhacay iyo isqabqabsigii soo dhacay bulshada dhexdeeda qayb ma ka noqon kartaa in dib ay u soo laabtaan isqabsigii jiray waxaan u mahadcelinayaa mudane yuusuf iyo cabdiwali sidoo kale ardayda jaamacadaha dalka gaar ahaan jaamacadda islaam iyo labada dhalinyaro ee jaamacadda kale ka socota waan u mahadcelinayaa walaal soo dhowo magacaaga ku bilow aragtidii su-aal بسم الله مجيء ومن علي حسن وحكمت أهل أرتدي جامعة السلام قاسة كنوك مانجمنت ساينسكا سوشيال وقت بارتمنتكا سو كده واجي بروفيسور يوسف وأنا وح أمين سنة هاي دتك وح سياسة دقوة مشغول يينا تعمل أنت هدي لاس مين لها كلا شقة أبور دلني يردي دتك جريها جو كلا تو هيل الحياة وح كم مشغولان يعني وح أمين سنة إنه كم مشغول هن سياسة أو إيك جيسن الحياة سيد عالم كلا تو tan dagaalka bal aragtida xooga noo saare qabiilada isdilaya hadii si toos ah loo xalin lahaa oo aragtidooda inta la dhageysto cabashadooda la xalin lahaa ma kula muuqanaysaa in laga baaqsan lahaa dib in isqabsigaasi dagaalka u soo laabanayo horta qabiilada waxay u dagaalamayaan waxay tahay qabiil walba wuxuu isleeyahay dhulkaaga hadduu badan yahay yacni dhulkaa haysata hadduu badan yahay gobollada degto kala badan yihiin dadka laayneys iyo hubkaagana uu badan yahay wuxuu aaminsan inuu dowladda saameyn badan ku yeelanayo xildhibaano badan iyo wasiiro badanna uu helayo markaas darteeda keenaysa khilaafaadka hadii la xaliyo dowladda u soo jeesatana waxaan aaminsanahay in yacni laga baaqsanayo laakiin dowladda dhexdeeda hadda xal toos ka jirin ba waa maansan tahay muna waa aad u maansan tahay wiilka kale mudane soo dhawaa waayo cabdirsaaq axmed cumar dhigta jaamacadda salaam social work waxaan rabaa inaan weydiiyo yuusuf laba su-aalood su-aasha koowaad waxay tahay wuxuu sheegay puntland ismada jooga iyo ismada jooga maxaa la dhahayay somaliland inay ka madax bannaan yihiin siyaasadda kuwa koonfurtana ay iyaguna sidoo kale ay ku milan yihiin siyaasadda maxaa sababay marka kuwa puntland inay siyaasadda ka iyo somaliland ay ka madax bannaanaadaan siyaasaddii kuwa koonfurtana ay ahaadaan kuwa siyaasaddii ku milan oo meeshay dadkii yacni waxa weeyaan xal dhibka ka jira ay xalin lahaayeen ee xal siyaasi ah ama arrin siyaasi ah awgeed ay iskaga dhaafaan su-aasha labaad waxaa la sheegay yacni wuxuu sheegay dowladda soomaaliya mar kasta dowladda federaalka ah inay qabsadaan qolyo macnaha waxa weeyaan team ah oo markii ay siyaasadda banaanka ka joogaan yacni waxa weeyaan dhaleeceeya oo mucaarad ku ah tiamka markaa meesha jooga markii ayagu ay qabsadaanna yacni waxa weeyaan aan u keenin bulshadii xal waara iyo yacni waxa weeyaan wax maaragtay shalay waxay ku dhaleeceeyeen kuwii kale ka horreeyey ka dugan aan u keenin maxaa soomaaliya marka xal u ah aad baad u mahadsantaa cabdirasaaq waa kuu mahadcelinayaa qof kale aragtidiisa hal mar aan israacsanno si aan usoo gabagabayno dhallinyarada joogta qofkii aragtidi qaba soo dhowow ustaad magacaaga inoo sheeg iyo halka aad ka socoto bismillah magacaygu waa cabdimajiid maxamed xaanshi waxaa ka socdaa jaamacadda zamzam waxaan rabay inaan su-aalo yarar weydiiyo yuusuf iyo cabdiweli cabdimajiidow codkaaga wax yar sare u qaad adoo mahadsan waxaan rabay laba su-aal inaan weydiiyo labadan brofesor ee noo fadhiya cabdiweli iyo yuusuf su-aasha kuwaad waxaa weydiinayaa yuusuf ma dhihi karnaa waxaa hurinaya dagaalada qabiilka ee soo la laabta waxaa hurinaya dagaalada qabiilka ee soo la laabta waxaa kow ka ah hubka ee hubka ka soo galo wadamada diriska su-aashii labaad waxaa weeyaan ma dhihi karnaa dagaalada u dhexeeya qabiilada waxaa ka mid ah dagaalada qabiilka ee u dhexeeyo ma dhihi karnaa waxaa kow ka ah in dowladnimada soomaaliya yacni hubka weli qabiilada gacantooda ku jiro inay dowladda rasmi leedahay waaye cabdimajiid aad baad u mahadsan tahay tiamka gadaal cabdimajiidyada galabta waa nagu badayeysaaye mudane soo dhowo magaciigu waa abubakar xuseen cumar abubakar miya socda jaamacadda salaam si fiican ha maantadan waxaa lagu celcelinayay oday dhaqameed marka ilaa hadda maanan arag oday dhaqameedyo hub wata ama dagaalamayo yacni dhibaatada wax geysanayo waxaa waa dhallinyaro laakiin ku shaqeynayo yacni hadaf iyo dhaqameed war ka yimaada qaadanayo marka ma la kala furi karaa dhallinyarta iyo oday dhaqameedyada oo yacni dhallinyartii wacyigoodiina sare loo qaado ma la dhihi karaa yacni oday dhaqameedyadaaniiti
وقتي قاد واقع تاني إن فيوجر كيني مستقبل كيني يعني يجبروني نو كتشاد يعني كتشاد ملك الفرقة حيرك كده هي ملك الدورك هذا رقم جديد أبوك رأي ده ما سنتها ما سنت هي السلام عليكم مقعي ويوسف مؤمن كسر الجامعة السلام كلية مملكية قالها هدي أركتي أنا أحب أعبره موضوع حوها حل انتقالاتك مركا أفر حل أيام تقانا الوح حل كرا حل انتقالاتك ذلك مدكوا بعد إن لو جدبا نظامك فدرالك نظامك فدرالك سدا أكتهم بسنة والبا ومتقانا تعرفكم متحوينا مركو دم هذا وحل سوي ماذا إن متقانا دور الشدي لجعل كرقرتن يوضع هذا لجعل مركا أنت بدهم عقبات كل نقطة مع الجولات جا قار وقلافات كذا نصال الله تعالى مسك لبعض ومعركة حلين تقلافات قريب كانوا كروحوي إن وعي قد على يرد صار لقى هذا سيء وجود بان وحلو يقارن قبيل كقبيل كواجريا لكن سيدا هذا متقنا مرشدة أي وقاعد ترى يرد سيدا وكذا واجي مستر يوسف قبيل البوحولي هي علن إيو أستان قونيا أيو سميستي هوب قارو ميل ويال مركا وحلو قد بكراء إن متقانا دلين يردي وعي قل إنت متقانا سر الله وقاده قدب كسيدحات عن ديه كراء ماركتي ولو قد بكراء وإن متقانا أود لقميديا دي ديب لوغو لابتو نظامك أود لقميديا دا سيدا هاد جرتو وحبادن أيا متقانا إسك بدلي وحدي عكرت السوشيال ميديا إن متقانا وحبادن سوكر ديي مركا أود لقميديا دي إن ديب لوغو لابتو si maareeyti xalinta khilaafaadka ee qayb ugu noqdaan ana qabaailada ay ka soo jeedaan oo mataqaana ay ka socdaan ayaga mataqaana ay wax xaliyaan waay waama santii isba ma santahay qof kale hadii uu dhiman yahay bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Idris Saamax Ismaaciil oo ka soo jaamacadda Salaam ee su'aashan qaba waxa tahay laba su'aalood aan qaba labada su'aalood waxa yihiin in awla horo Soomaalida waxaan ognahay inay daaqsin iyo macnaha awla waligeed bay soo jirtay marka ma la isdhihi karaa midii waxa ku soo biirtay mid siyaasadeed oo ah macnaha nidaamka 4.5 ka inuu yahay caqabada macnaha isku dirka iyo qabiilada sababtoo ah ee ninki wasiirka ama maxaan ku dhahaa xilibaana ee deegaankaas ka soo jeeda macnaha bari wuxuu oo hal abuur u sameeynaa dadkiisa iyo maxaan ku dhahaa intii uu ka yimid markaas ee kuwa kalena oo ay macnaha shaqo u helaan ayay geeynaan macnaha inay deegaan kororsadaan si ay hadho iyaguna nidaamka dawladda ay ugu yeeshaan saameyn ma la isdhay karaa labada qodob aan isleeyahay mid waa culayska siyaasadda ee qodobka 4.5 ka ku jira mid labaad maxay ahayd mida koobaad waxa waa mid iska soo jirtay taas wax dhibaato ma leh oo ah macnaha waligeed Soomaalida macnaha ma geelaha kala qaato ama dhulaha kala raaxay xitaa laakiin waa la xalin jiray siyaasada ku soo biirta 4.5 macnaha tan siyaasada si laba jibaaraysa khilaafka Idris aad baad u mahadsan tahay mudane aad iyo aad baad ya qof kale hadii uu jiro bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wama santihiin wariyaasha wariyaha wamaad celinaya Shabeelle TV ee kaamirmaanada iyo sidoo kale falanqeyaasha wamaad celinaya hadaan fikirkayga ka dhiibto waxaan isleeyahay khilaafaadkan soo noqday ee dalka waxa asal u ah shan qodob ayaa asal u ah waxaan lagu xalin karaa laba qodob aniga waqtiga ilaalinayo qodobka koowaad khilaafaadkan soo laabta waxa ku ka ah afkaarta dalka lagu dhaqay inay sanayn afkaar anaga aan leenahay ay tahay afkaar dibadda ka timaaday oo intervention badan jiro creation ku ah dalka inuu horumaro afkaartan ku shaqeynayna ma afkaar anaga aan leenahay saadiraadii dalka khilaafaadkiisa ma xal ismin karaayo qodobka labaad oo dalkeenu khilaafaad ku xal ismin karin waxa kamid ah shaki oo bulshada dhexdeeda ka jira diriski shaki ayaa ka jira siyaasiyiinta shaki baa ka jira wax walba ay waxay noqotay wax lagu magacaabo maaragtay promotion apartments oo loo yaqaan qofkan dan inuu qofkan ku daneesto dan joogta inuu leeyahay oo kale taas oo marka shaki ku abuurtay bulshada iyo siyaasiyinta ee umada Soomaaliyeedba qodobka saddexaad oo khilaafaadka Soomaalida aysan ku xalismin karin oo aan hadii la xalinin lagu gulgaarin waxa kamid ah in dhalinyarada Soomaaliyeed
ان ماركت لا يقيب قليو تلك قيب لقسيو هذا مجرى خلافات كهذا السعودة لأن يرد ميل إك جلان دورسكو حريهين أفكاركم ملها تلاكم ملهن وحكو أولكم ملها لأن يرد إني وحكو يشان وحتى ميل قاب أي وحكي كجدي بن كران إني كوي يشان لكن لأن يرد إياك مسكو دوبيهين مدن هل نعم كسر جيدا أو مليهين أنا جهنا لا دقيست أو فكرا ودنا أو أسكو تجنا أو عدود دينا ومداي سنتهاي أو أحنا نلفرست ميرا هذا إياك مسوي حربان إلا أسكو كيان أو كرسكو دلوا قطك والله إن وريه وحن رجينا لأن يرد إياك نتركو ذا قار كم إذا وحاج هذا een magaalada iyo ku miiga joog isku mid ma aha een miiga waa ku yirtaa aragtida ah een midowga hadda wax walba ay hada dagaalada la sheegay sheegeen asaatida een miiga marka la joogo dadka isdilaaya ma aha kuwa aqoon ahaan iyo aqli ahaan u dhisan ma aha qofka markuu iimaan leeyahay garaad uu leeyahay aqligiisa waxa uu diiday hada anaga waxaan jaamiciyeen aqligeena ma aqbala inaan maaragti qore aan qaadano dad aan dilno waxaan noo diiday iimaankeena aqoontiina noo diidayso cilmiga la bartaa noo diiday marka magaalka marka la joogo marka miiga la joogo waa ku yirtaa aqoonta aqoontii ku yar faankii ku yar waxa aragtaa waxa arkaan kaliya anaga waxa wax ka aragnaa darbi gaashis laakiin ay waxa arkaa inta uu muuqatay arkaan marka taasna sababtay in la isdhaayo waxa ay arkaan ha waxa ay arkaan taas oo marka xaalad weyn ku noqotay intaa aad baan kugu mahadcelinayaa aad baad u mahadsantahay ee waxaan rabaa inaan ku soo celiyo si kooban waqtiga doodaan ugu talagalayna waa unahay waxa su'aal dhiibtay dhalinyarada intooda badan mana aragtay ahayd Cabdirsaaq ayaa ku xigay ee Cabdirsaaq su'aashiisi waxa kale Cabdimajid su'aal buu dhiibtay ee Abukar su'aal buu ahaa سؤالي هي قف كست دورك كذا آدر بل إنه صقابة. أن أخيرت آدم مسيين أرتا أن دليله وحوي أقول هنا أركت في عن وح بدنا أنك نجم مغناي ينقص بيريان وح بدنا كورسنا علمي كفائدة آدم مسيين وقمة إلني أن سؤالي للسويدية وحكمي السؤال هذا أن هوب كان ترى بدنا له مر وده ما تدرس كسوق لاي een ha taas waa had een waxa kale isdeegeen hubka tirada badan oo dadku heystaan oo ku soo galaan hore loo heysto horta hubka een soo galaayo ka hor horta dagaalku jiray meel kasto ka jiray wadamada wadankeena waxa way meel kasto ku faafay dagaalku een dagaal beeladka la soo dilay dadka walaal is dilay dirsanka ah een waxa kale jiray een wadamada horta dunida wadamo waxa jira hubkooda wataan mareekanka oo kale dadka magaalada ku qowataan dadka shacabka xita لكن شرعية جرا لو كل إلى الشو وحيلا لو كل حديدو ساس تيتان مرة قارن وخد عن دجال يسكو دا دجال صوت صوت كم دال لكن إن قفوا هالمرة تا أما خم رأي وح إسكعب يو هالمرة دبق دد جوا أوسكلا هاي ودع ده مرة أدي هوب كدد أمد دد كصومالي دد هوب كلا أروري على ده وحام سنة هاي وحبها دوين سوكر دماغ الجيس سبتو كهر وحال يسكو دل جرا فلا رو وحيلا ورا مرة سمست وحيلا مرة سمست آلة ده إسكع جرا marka waa uu inuu macna wixii hal mar uu baabi ilaahay inuu yareeyo leemaane waxa isla yeeyo sharciyeeyo oo qayb kana qoreyso waa in la sharciyeeyo ahboolaha leh labis waa ma santa UCBC su'aalaha ayaa loo xaqiiq ka ahaa Puntland iyo Soomaaliland ismada waxa sheegtay inay siyaasadda ka maray yihiin maxaa siyaasadda ka maray kuwa siyaasadda dhexgalay qayb ba ahayd dhalinyarada iyo oday dhaqameedka Abukar wuxuu yiri ma la kala furi kara iyaga oo aragtidooda su'aalaha sa qayb ka ahaa يوسف اسمع سؤالك لو قبيل ما شاء الله بسم الله ان هذا ما سنتين دليرو اخويا هنا او دلكنا وحبدن تري دونا مستقبلك انا تهين واذا كان مقطع قبل ولا شيء هدان كوريو ان سوري ان حد هذا ودنك ان دتك بروبليم كوغو بدن واشقل انت وا صح دتك سياسه وحان لا هاد لا يدنو واشقل انت ان انا غدن خلبانا لناي قبل بالخلبانو ليهي een wadanka dhan caasimada dowladnimada Soomaaliya dhanba hada meel yar oo kooban ay ku koobantahay marka waxa rajaynaynaa in shaqo abuur iyo dowlad wax badan oo dhalinyarada aan faa'iido ka shaqeyn doonto een arinta oo Puntland iyo Soomaaliland iyo Koonfurta waxa saan ka dhigay ninka walaalkay weydiyay waa su'aal fiican hadalan waa shaqada oo ku xilinaya een dhaqanka siyaasada markay kala madax bannaanadan ninka dhaqanka wuxuu awood u leeyahay ninka siyaasiga ee damac gurcan leh inuu la hadlo oo wax qaldan uu sameynayo inuu ku calaato leh macnaha een formula ahaan marka fiirisid een albaahnimada Soomaali waqooyi ka timaada liiraada macnaha dadka qaar ay yiraahdo aniga aragtideeda ma ahan umada qaar ay taas tiraahdo waa dad een aan caadifad badnayn een
وصومالي وولا لهن إن النبض هيستان إن ولا كيستان وجعلنا بركة مشاس وحرر وولك إن هذا الكلام وبصو كوب أنا سؤال ما صار سؤال عجيب أهيد إن حوى فورمولا ضعه وغويجا ضد حذارية والبحر وواحد بدن الصومالي ضد تري كسر جدا وعي إن هذا إجزابل مركز سوق هذا إنه بدحون الدني أنت على دورنا ون ما ون فوضى قبلنا ويري اسم هذا واحد إحنا ما قبل كرسيت دور الشذي لحظة كي لحظة على قلع سياسي والأما معارضة هذا أما محافظة هذا والغضة وفعل تعصب عدينا ضد كاسر أسب يصير أوبس ليهن المركز كوفرتنا معنو أنا جا أنا نعبنا ما نول بدو يدغنو ليه حربنا وح ونكسن والله غضة إذا قف كان الغضة إذا أنا أنت جوب جوج وها عقاش كونفورتا حلا سياسة كبح إمام هذا يكون في ذهن الذي صاري كش قيء ضدك ضدك هالأمور كله واحتر كله وبلشوا كوسو كرديكر ومد هرجية يا الله جهر مرينا دنت شخصية نماك كونفورتا دنت شخصية دوبك كهر مريان دنت وذا قاس كا سبيشال إنترست كي أنا مركو حرب أنا كوسو كبو نماك سيدا أهيد اللوجو دو يقول لك مان ماشاء الله واحد سبيشال إنترست وعيق وسميان لأن يرى ذي وذي نقمات كأبوك روحيري مالك الفوري كرا سيد دنت أضيق قوة لأن يرى ما با ما با ما مالك الفوري كرا وقت قال لجوا بيكوز أنت وين ما وين فود لقى تجاي وقفك عدكيس وكوع البحر وقفك سجد تجاي أو قفك عذيناي بيكوز صحيحها بق ما تصيغه إن نكن حلبار إكزامبل أمي دولة جبلات كرب أما مدحوينا كرب سيدا حد الوجر جر صدق صدق حلان نك دوب ك يكون حلانته مرك مرول ب ضدك أكل رومنا يا أراني دو أنا إجي أنا إجي مرك وقت قال لجوا أيضا دور شق في عاد ملك الفرق ما نكلتي كلام مده هو كرب أنا كسوق قبل قبل سومالي صدق صدق أحسن صدق صار كرب حلا داي عنقابتين هو على صاري ولي جدنا سومالي عنقابتين هو أيضا صار هذا هو كسوق قليجر تذكر دجال هذا أما بديها أما مالوين كفوق فوق لبعض هذا كده عيسو تذكر اسمه لش لهر دمايان هل حب وهل دول رأسي ده دريم رصاص أنت على قد درا قربها على قصود درا دجال هذا قربها على أبابولا حمرة على قد ديبا دبك أنت على قد شذا سياسينا شدو وحياه كل عجيب كل حكم ذا تد شال الصومالي هو جامي كحدها أما دولد كجري مركي الدولد نمدي أجلان هو كان يسر كالي ودي بتانو عدو ذا نيكا شار دولدودو وتا سركالك شار دولدودو وتا هدي دي غير سركالك دولدودو دغالما يوريك عديسا ام رئيس الوزراء هنقضو اما مدحوينا هنقضو هبي ورنين حلوانا و خيودا بدبادا قرن تو سو سوت بيكوز شالي مدحوينيا كو يمادي بيكوز وا نين انتي داوتي او تي في دا لا سوت ماركا فورمولا دا سومالي وحا واي بيس كاب ابره ديبي شيسين مجرتو هوكا ديغس لما سمي سيرليون ددكا لو اسكا جاري غامي اسكا جارين رواندا توتي هوتو اسكاشن افرتس ديد بقولو كرو قف اسكا ديرين لكن بسك على قصوري سوامالي وحلي فور بوينت فاف كجر قبيلة ذو كل فدي بدين هذا فضل بدر كان فضل ماله أوكي قبيلة ذو كل حق بدين هذا رئيس الوزراء نقر كان مدحيونه نقر كوان كان نقر كان مركا أنجا وح كستو وحي كقرميين ماشي وهو سيسي اللي قصوري سين وحاربنا مركا دو ذه النوع عنو كلا هذا كوبين تي في المقبتان هي هذا مقبتان دو ذه اللي قبتانه ودو ذي السياسي مدحيونه برسه وأرتا رئيس الوزراء وحيابها ومد الدرس كي بلشوا ذهور مركو أو حكم ذي دو دانو كلا إن دت كار أقون تلا إجامع هذا دكتور إما أنت أوبي حدلك أه أنت إلا ويديو فرصة دل سيورس ذي لو ما نجري كلا دب كان جرو تي في إذا عدا وحلاي هاي شبل يو إذا عدا شبل القضية ده اللي وانا بستين أدي أدي بعضهم حسن تهاي يوسف أيوة هاي عبد ولي أو بانا الكمركة إنه فردي وأنا أمه دعلينا يا وحنا سيك سيدو كل أمه دعلينا يا لأن يردا نقول يهنا ده أه أو أركتيدو ده يو مركز سؤاله ده صوبان ديجي وأنا قاضي دونا وأنا جرسين دونا مركب بولشدة أركت إذا أتقبتين سيدو كلا أن أمه دعليو لما أنت إجا لقى يبقى قادتي عبد الفتاح عبد المجيد سعدال أحمد قدة أو برنامج كقيبك لما أنت أسكدوبا أنا إجا علي عمر بانا هاي سيجارة جامعة السلام مامل كذا عبد الفتاح فيرة أن أمه دعليو جامعة الزمزم جامعة دومد الصوماليين أنا إجا أسكدوبا دود عين كانوا كلاه نبدي ورسل